بسم الله. هلو ايفري ون حبايب قلبي جريت 6 ويلكم باك. هنبدا النهارده شباب مراجعه على باست سيمبل تنس، زمن الماضي البسيط. الباست سيمبل تنس ده الزمن الماضي البسيط ده بيعبر عن حاجه حصلت وخلصت في الماضي، يعني بلايد يبقى لعب وخلص لعب، ايت اكل وخلص اكل. اوكي طيب، how to form a verb، how to form a verb in the past simple tense. ازاي نكون فعل في الباست سيمبل؟ بنقسمه اتنين، regular، regular يعني منتظم، و irregular غير منتظم. كلنا عارفين ان regular verb بيكون اخره اي دي، يعني مثلا يطبخ يعني ايه؟ كوك. لما عايزينها في الباست سيمبل نحط ايدي ونقول كوكت. اوكي يستمع listen، عايزينها في الباست سيمبل listened. جميل قوي. قال لي ان لو الفيرب بتاعي منتظم واخره ايه زي يوز يستخدم، او بيك يخبز، هو احنا عايزين اي دي، الاي موجوده يبقى نحط مين؟ دي بس. يبقى يوز يستخدم بقت في الباست يوزد، بيك يخبز بقت بيكت. حلو قوي. ممكن نضيف اي اي دي للفيرب، بس ده في حاله ان يكون منتظم الاول واخره واي، وقبل الواي لازم يكون في كونسوننت حرف ساكن زي كراي. لو عايزين نعملها ماضي نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط اي دي، كراي يبكي بقت كرايد. زيها برضو ستدي يدرس او يذاكر، نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط اي دي، ستدي بقت ستادد. حلو. طيب بلاي نشيل الواي؟ لا الواي قبلها فاول متحرك، يبقى هنا نحط اي دي بس تبقى بلايد بالشكل ده. في بعض الافعال اللي اخرها سي في سي، يعني ساكن متحرك ساكن، افعال منتظمه زي ستوب يعني يتوقف، زي دروب يعني يلقي او يرمي، زي تشوب يعني يقطع chop، زي prefer. حد عارف يعني ايه prefer؟ يفضل. prefer يعني ايه؟ يفضل. هنا في الحالة دي لو بصينا على اخر ثلاث حروف هنلاقيهم c v c consonant vowel consonant، ساكن متحرك ساكن. هنا نعمل duplication للحرف الاخير ونحط ed، stop بقت stopped، drop dropped، chop chopped، prefer preferred. بنعمل duplication للحرف الايه؟ الاخير. اما ده كل المنتظم regular. الirregular بقى ده بنحفظه بقى، مثلا يذهب يعني go، الماضي went، يشتري buy، الباست simple bought، يشرب drink، past simple drank، يأكل eat، past simple اسمها ate، ate بتتنطق زي number 8، ما حدش يقول ات نقولها ايه؟ 8. وافعال بقى كتير جدا غير منتظمه بالشكل ده. عايزك تصحصح معايا بقى ويلا بينا نكون جمل في الماضي البسيط. عايز اقول هو زار المتحف امس. اتفضلي يا اسماء. الله على الجمال. هي فيزيتد ذا ميوزيوم يسترداي. هي فيزيتد ذا ميوزيوم يسترداي. هو زار المتحف بالامس.
ليه الفعل visited هنا يا شباب؟ علشان خاطر كلمة ايه؟ yesterday دي في الماضي. طيب لما الاقي الفعل ماضي كده وعايز انفيه احط قبله didn't واخليه في المصدر. يعني هنا لما اجي اعمل الجملة دي نفي هتقولي لي ايه يا اسماء؟ برافو، he didn't visit. اول ما تشوف did او didn't حط الفعل في المصدر، يبقى he didn't visit the museum yesterday. هو لم يزر المتحف بالامس. حلو الكلام. yesterday دي يعني امس، وقت. بنسأل عن الوقت بأداة استفهام اسمها ايه؟ وين، متى. حلو قوي، تصحصح معايا بقى وتاخد بالك من حتة تكوين السؤال دي. الجملة الأولى دي بيقول he visited the museum yesterday، هو زار المتحف امبارح. عايزين نقول متى زار المتحف. متى قلنا يعني ايه؟ وين. حلو قوي. لما تلاقي الفعل ده ماضي تحط هنا did. نحط هنا ايه؟ did. when did mean؟ he. يا ترى visit ولا visited؟ visit. ليه؟ علشان did. عندنا اتفاق بيقول اول ما تلاقي did او didn't تحط الفعل في المصدر. حلوة قوي. يبقى when did he visit the museum؟ متى زار المتحف؟ والاجابه he visited the museum yesterday، هو زار المتحف امبارح. اما لو كانت الاجابه بتقول yes he visited the museum yesterday، ايوه هو زار المتحف امبارح، او no he didn't visit the museum yesterday، لا هو ما زارش المتحف امبارح. عايزين نسال بقى نقول هل هو زار المتحف امبارح؟ اتفضل يا مالك. did he برافو عليك. did he، هو الاول قال visited بس افتكر ان في did فرجع قال ايه؟ visit. did he visit the museum yesterday؟ معناه ايه السؤال ده؟ هل هو زار المتحف؟ هل هو زار المتحف yesterday امبارح؟ بص الاجابه، في اجابه كامله yes he visited the museum yesterday، ايوه هو زار المتحف امبارح، او no he didn't visit the museum yesterday، لا هو ما زارش المتحف امبارح. في حاجه اسمها short answer او الاجابه القصيره. لما يقول لك did he تروح انت قايل له yes he did او no he didn't. انت مش هتطلع من هنا غير والماضي البسيط ده في جيبك. اوكي يلا نعمل جملة جديدة. هنقول هي اشترت فستان الاسبوع الماضي last week. يلا مين البطل؟ اتفضل يا جان. She bought a dress last week. جميلة يا جنى. She bought a dress last week. هي اشترت فستان الأسبوع الماضي. مين هيعمل نيجاتيف ويقول لي هي ما اشترتش فستان الأسبوع الماضي؟ تفضل يا محمد. She didn't ايه؟ جدع. قال لي she didn't buy. الله، ليه باي؟ ما هي بوت فوق اهي، علشان did و didn't بيخلوا الفعل في المصدر. يبقى she didn't buy a dress، هي ما اشترتش فستان last week الاسبوع الماضي. last week الاسبوع الماضي ده ايه؟ تايم، وقت. بنسأل عن الوقت بمين؟ وين. عايز حد يعمل لي سؤال على جملة she bought a dress last week، هي اشترت فستان الأسبوع الماضي، قول لي متى اشترت فستان؟ اتفضل يا أرو. برافو عليكي. قالت وين. حلو. واحنا قلنا لما نلاقي ده ماضي bought نقول بعد دي وين ايه؟ did. وين ايه؟ did. وين did مين؟ she. باي ولا بوت؟ باي. ليه قلت باي؟
علشان did يبقى when that when did she buy a dress. ينفع أقول last week في السؤال؟ لا طبعا عشان دي الإجابة. When did she buy a dress؟ متى اشترت فستان؟ She bought a dress last week. يا اشترت فستان الأسبوع الماضي. طب لو كانت الإجابة yes she bought a dress last week، أيوة هي اشترت فستان الأسبوع الماضي. No she didn't buy a dress last week، لا ما اشترتش فستان. نقول هل هي اشترت فستان الأسبوع الماضي؟ هنقولها إزاي؟ تفضل يا سالم. Did she buy a dress last week؟ برافو عليك. Did she buy a dress last week؟ هل هي اشترت فستان الأسبوع الماضي؟ قلنا هنا في إجابتين، إجابة كاملة اللي هي yes she bought a dress last week، أيوة هي اشترت فستان الأسبوع الماضي. No she didn't buy a dress last week، لا ما اشترتش فستان الأسبوع الماضي. أو ممكن الإجابة المختصرة did she دي هتبقى yes she did أو no she didn't. حلو الكلام. يلا كمان جملة. أنا عايزك بص الماضي ده يبقى a piece of cake، يبقى easy peasy lemon squeezy. easy peasy lemon squeezy. هقول المرة دي أنا ذهبت إلى أسوان منذ أسبوعين. بص حبيب قلبي كلمة منذ دي يعني ago، علشان تستخدمها لو عايز أقول منذ ساعتين أقول two hours ago، لو عايز أقول منذ يومين أقول two days ago، عايز أقول منذ أسبوعين two weeks ago، عايز أقول منذ شهرين two months ago. برافو عليك. two months ago two months ago. عايز أقول منذ سنتين two years ago. يبقى عرفنا نستخدم كلمة منذ لازم يجي قبلها مدة وبعدين ago، وبعدين تيجي هي في آخر الجملة وبتدل على past simple الماضي البسيط. حلو. يبقى الجملة بتاعتنا بتقول أنا ذهبت إلى أسوان منذ أسبوعين. مين جاهز يا شباب؟ اتفضل يا سخاوة يا صديقي. الله عليك يا أحلى عمو. بصوا الكابتن محمد السخاوي قال لي إيه؟ قال لي I went to أسوان، لازم capital عشان ده a name of a city. I went to أسوان two weeks ago. طب مين هيعمل negative ويقول لي أنا لم أذهب إلى أسوان منذ أسبوعين؟ تفضل يا أحمد. I didn't go to أسوان. فنان يا ولد. قال لي I didn't ورجع الوانت دي للأصل بتاعها go، لأن did و didn't لازم مصدر. I didn't go to أسوان two weeks ago. two weeks ago يعني منذ أسبوعين. ده إيه؟ time وقت. نسأل عنه بمين؟ when. طب مين الشاطر بقى اللي يعمل لي when على الجملة دي؟ I went to أسوان two weeks ago، أنا روحت أسوان من أسبوعين. تقول له متى ذهبت إلى أسوان؟ أظن عملناها كتير. يلا بينا. هنا في الولاد في ناس رفع ايديها على طول وفي ناس ما بترفعش ايديها، ده مزعلني بصراحة. قول يا سيف. أدي وين. ومتفقين اتفاق يا شباب إن لما تلاقي ده ماضي تحط مين؟ did. بس اي دي لازم نحولها ليو. برافو عليك. ونقف when did you go to أسوان، متى ذهبت إلى أسوان. ما ينفعش طبعا نقول two weeks ago في السؤال لأن دي الإجابة. when did you go to أسوان، متى ذهبت إلى أسوان. I went to أسوان two weeks ago. أما لو كانت الإجابة yes
I went to Aswan 2 weeks ago. أيوة أنا رحت أسوان من أسبوعين. No, I didn't go to Aswan 2 weeks ago. لما رحتش أسوان من أسبوعين. يبقى هل أنت رحت أسوان منذ أسبوعين؟ هل أنت قولي حبيب. Did you? Shot. Did you go to Aswan? Two weeks ago. برافو عليك. Did you go to Aswan 2 weeks ago? هل انت رحت أسوان من أسبوعين؟ Yes, I went to Aswan 2 weeks ago. Oh no, I didn't go to Aswan 2 weeks ago. أو الإجابة المختصرة short answer. Did you تجاوب عليها ب yes I did. Oh no, I didn't. لو لاحظت معايا هتلاقي ان احنا في اول جمل استخدمناها حطينا كلمة بالامس يعني ايه؟ yesterday. بعدها حطينا الاسبوع الماضي last week. ممكن بقى last night الليلة الماضية, last month الشهر الماضي, last year وهكذا. كلمة منذ يعني ago. قلنا بتيجي باخر الجملة وقبلها مدة. في كلمة اسمها in the past يعني في الماضي. in the past. in وأي زمن فات قبل كده ماضي. in 2020 يبقى ده في الايه؟ في الماضي. in 1970 يبقى ده فين؟ في الماضي على طول. حلو الكلام جدا كده. أنا عرفت أكون جمل وأسئلة على الماضي البسيط. فاضل حاجة واحدة بس عايز أقولها لك في الماضي البسيط. إيه هي؟ كلمة كان. يعني ايه كان دي؟ was or where. was او where. مين بياخد was اول مره؟ اي تصاحب هي شي ات والمفرد, لان اي دايما مصاحبه وي وذي والجمع. لا المره دي اي was انا كنت, هي was هو كان, شي was هي كانت, ات was للمفرد الغير عاقل, ادم was علشان ايه مفرد. طيب نحن كنا we were, انت كنت you were, هم كانوا they were, ادم and منى where, ادم and منى where. حلو. طب انا عايز was و were دول يبقوا في الباست سيمبل في الماضي البسيط. يبقى ممنوع تجيب فعل بعد was و were. يا ترى ليه؟ لان انا لو جبت فعل بعد was و where اخدنا في سنة خمسة في grade 5 حاجة اسمها الماضي المستمر. was و where دول بيخلوا الفعل ياخد ing. يعني لو حطيت eat تبقى I was eating وده اسمه ماضي مستمر. مثلا we were sleeping, احنا كنا نايمين, ده ماضي مستمر. لكن انا عايزها تبقى ماضي بسيط. يبقى قلت لك ما تجيبش بعدها فعل. يعني ايه اجيب ايه يا مستر؟ جيب صفة, جيب حرف جر. زي مثلا عايز اقول انا كنت سعيد امبارح, مين هيقول لي انا كنت سعيد امبارح؟ اتفضل. I was happy yesterday. دي ماضي بسيط عادي لان مفيش فعل بعد was. was النفي بتاعها wasn't. where النفي بتاعها weren't. عسل جدا. I was happy yesterday النفي بتاعها ايه؟ I wasn't happy yesterday. بس دي فيها بقى تكاية وتركاية صغنونة كده. لما تيجي تعمل سؤال اول ما تشوف I was في السؤال تعرف في الإجابة, تعرف ان السؤال هيبقى فيه كلمة where you. في كلمة ايه؟ where you. احنا قلنا yesterday امبارح دي بنسأل عنها بأداة استفهام اسمها ايه؟ when. ها؟ when. yes. اقول له when were you happy. متى كنت سعيدا؟ when were you happy. I was happy yesterday. اوكي. طب لو كانت الاجابة yes I was happy, no I wasn't happy, عايز اقول له هل انت كنت
سعيد امبارح. Were you happy yesterday? Were you happy yesterday? هل انت كنت سعيد امبارح؟ Yes, I was happy yesterday. أو no, I wasn't happy yesterday. أو ممكن الإجابة المختصرة تقول yes, I was. أو no, I wasn't. بص في الجمل دي كويس بعد إذنك عشان هعمل زيها تاني بآي برضو. بص عليها كويس كده عشان عايز أعمل آي تاني كمان مرة وعايز إياد هو اللي يعملها لي. بص يا دكتور إياد، أنت هتقول لي أنا كنت في المدرسة امبارح. أنا كنت يعني I was at school. وامبارح يعني ايه؟ yesterday. يبقى I was at school yesterday. أنا كنت في المدرسة امبارح. طب قول لي أنا ما كنتش في المدرسة امبارح. لا مش احنا قلنا was تبقى ايه؟ wasn't. يبقى I wasn't at school yesterday. حلو الكلام. طب عايز اقول له متى كنت في المدرسة؟ ما متى يعني ايه؟ when. انا عايز هو اللي يقول متى يعني ايه؟ when. حلو الكلام. واحنا اتفقنا من شوية قلنا لما تلاقي I was في الاجابة تحط في السؤال ايه؟ where you. يبقى when were you at school يعني متى كنت في المدرسة. راح مجاوب قال لي ايه؟ I was at school yesterday. انا كنت في المدرسة امبارح. طب بص يا كابتن، لو الاجابة بتقول ايوه انا كنت في المدرسة امبارح، لا ما كنتش في المدرسة امبارح، هقول له هل كنت في المدرسة امبارح؟ هل كنت دي لسه قايلها لك حالا. بص اهي اهي ايوه هل كنت اسمها ايه؟ where you في المدرسه. where you at school امبارح. yesterday. where you at school yesterday. هل انت كنت في المدرسه امبارح؟ يجاوب يقول لي yes I was. No, I wasn't. Oh no, I wasn't. Yes, I was. Oh no, I wasn't. سهلة يا جماعة ولا صعبة؟ سهلة. أوكي، دي بالنسبة لآي. تعالوا نعمل هي. الجملة بتاعت المرة دي، هو كان في البنك الأسبوع الماضي. تفضل يا مي. احلى كلام. هي بتاخد واز. قالت لي هي واز ات ذا بانك لاست ويك. اعملي لي النجرب وقولي لي هو ما كانش في البنك. احلى كلام. هي وازن ات ذا بانك لاست ويك. طب اعملي لي سؤال قولي لي متى كان في البنك. متى يعني ايه؟ وين. حلو الكلام. بنجيب بعديها واز او وير. مين اللي موجوده؟ واز. يبقى وين واز وين واز هي متى كان at the bank. وين واز هي at the bank. متى كان في البنك؟ he was at the bank last week. طب لو الإجابة yes he was at the bank. أيوة كان في البنك. no he wasn't at the bank. عايزين نسأل هل كان في البنك؟ was he at the bank last week. was he at the bank last week. هل هو كان في البنك الأسبوع الماضي؟ نجاوب نقول إيه؟ was he دي هنخليها yes. he was
أو No, he wasn't. بصوا عليها كويس عشان هعمل جملة بشيء وهتبقى هي برضو زي بتاعت he. He was, he wasn't, هتبقى she was و she wasn't. When was he, هتبقى when was she. Was he, هتبقى was she. Yes, he was, هتبقى yes, she was. No, he wasn't, هتبقى no, she wasn't. حلو. يبقى هنا هنقول هي كانت في المسرح. المسرح يعني ايه؟ من العيال الاول. برافو عليك يا اروى. 10 باوندز لاروى، 10 جنيه لاروى، اول كسبانه معانا. ثياتر. كانت هي كانت في المسرح منذ 3 ايام. 3 days ago. مين جاهز؟ هي كان at the theater 3 days ago. تفضل. She was at the theater. هي كانت في المتحف منذ 3 ايام. 3 days ago. حلو الكلام. طب هي ما كانتش في المتحف منذ 3 ايام. She wasn't at. بالله عليك ركز هنا عشان تفضل واخد بالك من اللي احنا بنقوله ده مهم. She wasn't at the theater 3 days ago. هي ما كانتش في المتحف من 3 ايام. 3 days ago. عايزين نقول متى كانت في المتحف. متى يعني ايه يا روحي؟ when. نجيب بعدها was او where. مين اللي موجودة؟ was. يبقى when was she at the theater. متى كانت في المتحف. الإجابة she was at the theater 3 days ago. كانت في المتحف من 3 ايام. لو الإجابة yes she was at the theater, أيوة كانت في المتحف. no she wasn't at the theater. لا ما كانتش في المتحف. عايزين نقول هل كانت في المتحف. was she at the theater 3 days ago. Was she at the theater 3 days ago? الإجابة yes. Yes she was. أو no she wasn't. عملنا was. يلا نعمل حاجة where. عايزين نقول هم كانوا. هم يعني ايه؟ they. تاخد was ولا where؟ حلو. عايز اقول هم كانوا فقراء في الماضي. فقراء يعني poor. حلو. هم كانوا يعني ايه بقى قول لي؟ حلو يلا نعملها مع بعض. هم كانوا يعني they were poor. كانوا فقراء في الماضي in the past. They were poor in the past. عايزين نقول هم ما كانوش فقراء في الماضي. برافو. They weren't poor in the past. عايز أسأل كيف كان حالهم في الماضي. كيف يعني how. قلت لك لازم تجيب بعد أداة الاستفهام was أو where. مين اللي موجودة؟ where. يبقى how where they in the past. كيف كان حالهم في الماضي. They were poor in the past. كانوا فقراء في الماضي. طب لو yes they were أو no they weren't. نسأل بمين؟ where they. هل كانوا where they poor
in the past. هل هم كانوا فقراء في الماضي؟ نجاوب نقول ايه؟ Yes, شاطر يا سيف. Yes. ونبدل دول تبقى yes ايه؟ Yes, they were. أو oh, no, they weren't. هسأل كل الناس في الماضي البسيط حالا. كله يجهز نفسه. بسم الله. اتفضل يا جميل. نور and زينب space to the park with my friends yesterday. برافو عليكي. قالت لي علشان خاطر كلمة yesterday دي هنختار الماضي went. يلا بينا. فاتن her favorite book last night. مين عارف الماضي من read؟ read نفس الحروف. فاتن read her favorite book last. دي بتدل على الماضي. جنى they a cake for their mom's birthday. baked هم خبزوا كيك لعيد ميلاد مامته. يلا جميل. he his bike to school yesterday. ركب rode الماضي من ride علشان yesterday. بسملة we on a picnic in the past last week. فين الماضي؟ went علشان in the park last weekend. last دي بتدل على الماضي. they a party for their friends graduation. الماضي يا قلبي. had هم اقاموا حفلة. اسمع مازن his lunch at school. ate اكل الماضي. we a lot of pictures on our last vacation. برافو عليكي. took الماضي من take. what a you do yesterday. did برافو. قلنا نجيب did بعد أداة الاستفهام لما يبقى فيه فعل في المصدر. مفيش فعل يبقى was or were. احمد her hair at the barber shop yesterday. مين الماضي من cut. cut برضو يبقى احمد. cut her hair احمد قص شعرها. they a new car last month. برافو. bought الماضي من buy. ايه he his keys in the car. leave يعني يترك. عايزين الماضي بتاعها. he left his keys in the car. هو ترك مفاتيحه في السيارة. أمنية we a long walk in the park yesterday. ماضي الماضي من take اسمه ايه؟ took أخذ. لسه قايلنا من شوية. إياد she her favorite TV show last night. برافو عليك. last بتدل على الماضي يبقى watched شاهدت. احمد they a birthday party for their friend. had اقاموا حفلة. برافو. ساجد he his jacket at home. قلنا يا شباب كلمة leave دي معناها يترك. الماضي بتاعها ايه؟ left. he left his jacket يعني ترك الجاكيت بتاعه في البيت. يوسف السخاوي we a lot of souvenirs on our vacation. اشترينا. we bought. برافو عليك. الماضي من buy اشتري. سالم she her friend at the library. برافو عليك. met قابلة الماضي من meet يقابل. they يا محمد a picnic in the park. had yes برافو. he his homework after dinner. مالك سيف سوري. برافو عليك. do homework يبقى الماضي did homework. مالك we a great time at the beach. برافو عليك. had قضينا وقت جميل على الشاطئ. حمو she her favorite song on the radio.
heard she ate heard الماضي من هير يسمع heard سمع they a new house يا محمد last month bought برافو اشتروا علشان last فضل يا صديق I eat breakfast yesterday برافو didn't eat الماضي بننفي didn't والمصدر my friend and I didn't go احنا متفقين اتفاق اول ما تشوف did او didn't تاخد الفعل في المصدر سيد and Sammy swim in the pool last summer didn't احنا لسه قايلين بننفي الماضي ب didn't جانا I did not اللي هي didn't play علشان did و didn't لازم المصدر يلا جميل they happy at the party yesterday didn't ما ينفعش didn't ليه عسل ها they weren't شطورة جدا طب عارفين ليه برافو عليكم نسقف لعسمة جماعة سقفة جميلة بص يا صديقي انا قلت لك قبل كده علشان was و were wasn't و weren't يبقوا في الماضي البسيط ما نجيبش معاهم فعل ما نجيبش معاهم فعل هنا ما فيش فعل او happy دي صفة يبقى هنا نختار weren't لان didn't دي بتعوز فعل في المصدر هنا ما فيش فعل خالص يبقى they weren't happy هما ما كانوش سعداء He ride my bike yesterday. He wasn't. هنا في فعل اسمه ride. Didn't. بننفي الماضي ب didn't. طالما في فعل في المصدر. شادي أم فاتن. Ready. قول يا رؤى. برافو عليكي didn't ما نفعتش هنا ليه لان ما فيش فعل didn't عايزة فعل في المصدر طب طالما ما فيش فعل يبقى ندور على wasn't و weren't دول جمع اخدوا مين weren't برافو عليكي يا رؤى اسمع نور watch TV last night didn't watch قلنا طالما في فعل يبقى نقول didn't مفيش فعل يبقى wasn't او weren't we didn't يا دكتورة مي did we didn't بيجي معهم ايه مصدر يبقى we didn't have prof احمد didn't يا نهى يا بسملة have didn't عايزة مصدر you didn't do didn't مصدر احمد play في فعل اهو يبقى ننفي بمين ها didn't يبقى احمد didn't play طيب تعالوا نبصوا في كتابنا كده يا شباب نحل شويه على الماضي من الكتاب Page 6 بيقول yesterday my cousin yesterday خلاص دي ماضي عرفنا يبقى my cousin ايه يا نهى يا هنا comes came come came برافو عليك علشان yesterday ماضي I was late انا كنت متأخر because I miss missed missing احنا في الماضي يبقى هنختار مين يا ايه miss missed missing missed انا كنت متاخر because i missed the train لان انا فاتني القطر اروى my grandma to alexandria 2 days ago went برافو علشان كلمه ago اياد they eating ate eat pizza at a restaurant in the square برافو عليك they ate
أكلوا بيتزا في المطعم in the square يعني في الميدان. We had have has a great time and enjoyed a lot. We had علشان احنا في الماضي. اعرفني enjoyed في الماضي يبقى احنا في الماضي. يوسف ولا ساجد؟ يلا يا ساجد. What did he غلط يوسف هو قال eating قلنا غلط eat ليه eat يا يوسف بالبركة يعني ولا انت عارف علشان في ايه ازاي عشان في eat دي علشان في did واحنا قايلين did و didn't يجيبوا الفعل في المصدر سالم did she محمد go ليه go عشان في did how does did done you feel يلا say how did you feel يلا مالك it started برافو عليك علشان خاطر كلمة ago حمو I don't didn't doesn't see you last week برافو عليك I didn't سخاوي where did she go ليه did ليه go عشان did و didn't بيدوا المصدر برافو عليك يلا حبيب he didn't came coming come كم ده احنا قلنا 10,000 مرة did و didn't مصدر did و didn't مصدر طب اقول لك حاجة واحنا لسه في اول السنة والله لا تيجي في الامتحان في الامتحان بتاع نص السنة والله لا تيجي في الامتحان من دلوقتي واحنا لسه في تاني حصة اهو بقول لك والله لا تيجي في الامتحان اعرف معلومة واحدة بس هتبقى عطيت درجتها في جيبك لو شفت did و didn't تعمل ايه مصدر. حط المصدر بس موضوع صعب did و didn't مصدر did و didn't مصدر. بس بيقول change the sentences into the negative form يعني عايزني انفي بصوا حبايب هنتفق اتفاق دلوقتي في النفي لو لقيت فعل في الماضي زي مثلا came تروح نفي بديدنت كم لو لقيت بلايد تنفي بايه didn't play لو لقيت cooked تنفي بايه didn't cook طب يلا بين مين هيعمل I came late yesterday يلا يا ريتاج I didn't come early هو ما قالش يعني مش بنفس المعنى خليها زي ما هي I didn't come late yesterday هو قال انا جيت متأخر امبارح انا ما جيتش متأخر امبارح they went to school yesterday برافو عليك they went to the خلتها didn't go they didn't go to school yesterday I arrived on time أنا وصلت في معادي I didn't arrive on time أنا ما وصلتش في معادي We were happy. Was we were? النفي بتاعهم wasn't. We weren't. يبقى we were happy. We weren't happy. In the garden. She ate pasta an hour ago. هي طفحت مكرونة منذ ساعة. يبقى
she didn't eat. أيوة هي لم تطفح باستا an hour ago. منذ ساعة. دول عايزك تعمل منهم أسئلة. بص أنا دول هسيبهم لك homework. yesterday دي بنسأل عنها بوين متى. حدش يقوم من مكانه عشان لسه أديك كلمات. they helped their mother last week. هم ساعدوا مامتهم امبارح. يبقى هتقول لي ماذا فعلوا بالأمس. هنا بيقول we played football at the club. تمام؟ يبقى هتقول لي ماذا لعبوا لا مش ماذا لعبوا هتقول لي ماذا لعبتم في النادي what did you play at the club yes I was happy لسه حللكوا زي قلت لكم I was دي بتتحول في السؤال لايه where you were you happy yes I was happy ودي اعملها لوحدك اسأل بواز دي الماضي البسيط طيب بص يا سعادة الباشا علشان نوفر على نفسنا عشان احنا لسه عندنا مراجعات في الماضي هديكوا كل مرة حبة كلمات من اللي علينا بحيث ايه نخفف عليكم الكلمات لما نيجي نسمع يونت 1 اسمها green cities green cities الفوكاب بتاعنا بقى في lesson 1 We work in the community garden. نحن نعمل في الحديقة المجتمعية. هتحفظ كلمة neighborhood. كلمة neighbor يعني جار. neighbor يعني ايه؟ جار. لكن neighborhood يعني الحي السكني اللي أنا عايش فيه. قولها بقى. neighborhood. apartment block. apartment block. apartment block. Community garden. الكلمة دي أساس الدرس. Community garden. Community garden. بطل كلام. Community garden. Roof. السطح. Roof. Volunteers. كلمة volunteer يعني متطوع يعني بيعمل شغل ما ياخدش عليه فلوس volunteers المتطوعين volunteers volunteers plant plant harvest harvest natural fertilizer natural fertilizer natural fertilizer اللي هو السماد الطبيعي اللي بنحطه في الارض عشان النباتات تكبر natural fertilizer natural fertilizer نقرا دول مره كمان please neighborhood apartment block community garden roof volunteers plant harvest natural fertilizer chemicals 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 organic organic people's health صحة الناس people's health local area منطقة محلية حواليا كده local area in the middle of the city in the middle of the city in the middle of the city in the market in the market project, project. Make new friends make new friends make new friends انا اسمع لك دول بس هتعمل انت بقى سعادتك هتحضر لي الكلمات دي بالعربي ونيجي نسمعها هنا في اول السيشن الجاي This is the end. Thank you and goodbye.